على الاقل قول لي اتفضل. مش بحب موضوع العزومات ده، تعود لما الاقي قدامي اكل عجباني بمد ايدي واكل، مفيش جعان بستنى عزومه. انا عارفك كويس. انبسطت قوي لما عرفت انكم حبايب من زمان. مين ده؟ راجع حساباتك. ده اللي سرق المصنع بتاعك سنة 2013. ده كان تشكيل كانوا بيسرقوا الحديد من المخازن عندي. هو ده بقى واحد منهم؟ ابو ايه اللي جد؟ هو المفروض انه في سجن ولا طلع؟ خرج من الدنيا كلها. عقبالنا. التشكيل ده سرق المصنع بتاعك انت بس، ما سرقش مصنع تاني، وده ممكن يكون واحد من المنافسين بتوعك في السوق، او واحد ليه غرض انه يؤذيك انت شخصيا. حضرتك من فترة رحت لخطيبتي وفتحت معاها موضوع قديمة، وبعدها بشوية اتلفى لها قضية مخدرات، واديك اهو كملت موضوع قديمة. فايه بقى؟ حضر شنطتي ولا ايه؟ سعد اتقتل ومتورط في خطف هشام السيوفي، اخو رحيم شريكك. رحيم عمره ما كان شريكي، هو مجرد معرفه قديمه. انت هادي قوي كده ليه؟ رحيم من يوم ما خرج من السجن والدنيا مقلوبه، كل الشركه بتوعه كاشين. 26 مليار 148 مليون دولار، دي حجم الفلوس اللي طلعت من البلد في الفترة اللي راجل كبير قام فيها من على السرير ومضى خطاب التناحي. والمسؤول عن تهريب معظم الفلوس دي اللي انت قبضت عليه بنفسك علشان توقفه نزيف الأموال. وإن شاء الله لما الظروف تتحسن هتحاولوا ترجعوها. برافو. مذاكر كويس. لا مذاكر ولا حاجة، كله موجود على جوجل بس اللي يدور. واحد زي ده بقى متخيل إن أنا أخاف منه؟ النظام عايز حقه منه، والناس في الشارع عايزة حقها منه. يحل مشاكله الأول. يعني أنت عارف سبب كل المشاكل اللي حصلت دي؟ عارف الفار اللي مربوط في ديله كرة نار، كل ما يخاف يهرب منها ويجري تولع الدنيا أكتر. لا عارف يوقف الولعة ولا عارف يهرب منها. ده رحيم. مش خايف النار دي طولك؟ مع إن رحيم بيجري في نفس سكتك. طول ما رحيم بيجري أنا مطمن. اللي خاوف اللحظة اللي هيوقف فيها وياخد نفسه، علشان لا أنا ولا أنت هنقدر نقف قصاده. أنت فاكر إن إحنا خايفين من رحيم؟ ده سؤال تسأله للقيادات بتاعتك. مين اللي ورا سعد؟ هو هشام اتخطف ليه؟ أنا جاي لك عشان أوفر عليك مشوار النيابة. هشام اتخطف ليه؟ على فكرة أنت لو مش عارف قول إنك مش عارف، عادي يعني مش حاجة. أنت مش عايز تساعدنا ليه؟ عشان إجابات أسئلتك مش هتساعدني. حضر شنطتي؟ ليك عندنا هدوم كفاية، بس حسب اختيارك أنت بقى، أبيض ولا أزرق؟ المهم مبقاش احمر. انت ونصيبك بقى. اتقبض عليه؟ اتقبض عليه ازاي؟ البوليس جه خده هو وهشام. يعني ايه خده هو وهشام؟ مش هشام الزفت ده غايب ليه 6 شهور ومحدش يعرف عنه حاجه؟ ما هو ملحقش، يا دوب رجع من هنا البوليس جه وقبض عليهم من هنا. قدر ولطف، الحمد لله. سيد اوعى تكون انت ورا الموضوع ده. لا لا لا، قدامه ده من عند ربنا. وانا قلت لك يا حبيبتي دخول رحيم السجن ده مصلحه ليه، واحنا كمان هنطمن عليه. سيد اسمعني عشان خاطري. فاكر رحيم لما اتحبس؟ فاكر الناس كلها كانت بتقول ايه؟ كانوا بيقولوا انه عمره ما هيخرج تاني، بس حصل ايه؟ اهو خرج. وده بقى معناته ايه؟ انه ممكن يخرج تاني بردك. واحنا بقى المره دي مش عارفين هو اتمسك في ايه، هو وحلمي وهشام. ايه رايك بقى تفتح صفحه جديده؟ ايه رايك تقف جنب رحيم المره دي؟
تدور عليه وتقوم له محامي، ما تكلم له اللي اسمه سامي عوض ده. انت عارف رحيم لو خرج وعرف انك عملت معاه كده هيشيلها لك جميله طول العمر. اه والله صدقني. ولا انت يعني فاكر ان رحيم هيفضل ساكت ان انت قاعد في القصر بتاعه واخد المركب بتاعته؟ وبعدين انت قلت لي ان احنا هندخله السجن عشان مصلحته وما عرفناش، يبقى لازم دلوقتي بقى نعمل له حاجه. بقى انزلي من على ودني يا رحاب، بقى زن زن. انا من ساعه ما عرفتك وانت على وداني. طب اقتنعت بكلامي ولا لا؟ بس طب بس انت قومي كده غيري هدومك كده وركزي في بيتك وشوفي عيالك اللي انت سايباهم امبارح على الغندوره. طب فهمني بس هتعمل ايه؟ اوه يا رحاب اتكلي على الله شوفي عيالك بقى. ها سامي، عرفت اللي حصل لرحيم؟ طب انت عايز اعمل لك ايه دلوقتي؟ حاضر حاضر. رحيم السيوف اتقبض عليه تاني. بركة يا جامع. حمار. ليه كده طيب؟ فهمني يا كبير. رحيم كان ممسوك على ذمة قضية. والقضية لسه شغالة. طب هم أفرجوا عنه ليه دلوقتي؟ لا مش عارف. وهنفضل كده مش عارفين ونلف حوالين نفسنا لحد ما نعرف. امشي انت دلوقتي. حاضر. مساء الخير معليك. أنا بكلم معليك في وقت غير مناسب. أنا آسف جدا. سعادتك عارف إن رحيم السيوفي خرج بس اتقبض عليه تاني. طيب أنا كنت عايز معاليك في خدمة. طب يا باشا اتفضل 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 يا فندم اتفضل اتفضل. ادخل. أمرك يا أحمد باشا. خدت لي رحيم واللي معايا خالد. لا يا فندم هم مش موجودين. نعم. النيابة استدعتهم. إيه اللي بتقوله ده؟ إزاي يحصل الكلام ده؟ يا فندم معرفش والله، أنا جيت الصبح قالوا لي إن النيابة استدعتهم عشان. يا تهريج! إزاي تسمح بكده؟ أنت بتهرج! يا بنت ما لبستيش ليه؟ مش نازله الجامعه. وماله الزعل بقى بالجامعه؟ بصيلي، فاكره لما قلتيلي انا مستعده استحمل اي حاجه عشان نخرج من هنا ونرجع زي زمان؟ ادينا بندفع الثمن ولسه ما نعرفش هندفع قد ايه. يا بنت بصيلي، ارمي الزفت ده. عارفه ابوكي ما بيحبش حد في الدنيا اكتر منك، مستعد يترمي في السجن ولو عمره كله، بس انت ما تغيبيش يوم عن الجامعه. انا هنزل خلاص. اوعي يا بنت تخافي على ابوكي، انت ما تعرفيش ابوكي بره البيت ده عامل ازاي. ربنا يرجعهم بالسلامة. يا رب يا حبيبتي يا رب.